بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس على ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الثالث في شرح رسالة التوحيد للعالم الله الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سره. يقول رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: الناس تائهون عن الحق بالعقل، وتائهون عن الآخرة بالهوى. العقل لا شك أنه حجاب وموصل في آن واحد، إذا استخدمت العقل بطريقته الصحيحة وصلك إلى فهم الشرع الشريف والوحي، وإذا استخدمت العقل بطريقة خطأ، العقل يعتمد على المقدمات فيستنتج منها نتائج، فلابد أن تكون المقدمات سليمة وأن يكون التفكير المنطقي سليم حتى تحصل على النتيجة السليمة. وإن كان هناك خلل في ترتيب المقدمات قد يجعل يكون العقل لا يصل إلى الصواب في الخلل في المقدمات. عشان كده كان زمان في الأزهر يعلمك علم المنطق. علم المنطق الفائدة فيه إنه هو يرتب عقلك حتى تستطيع أن ترتب المقدمات وتستنتج من المقدمات الصحيحة النتيجة الصحيحة. فعلم المنطق ده مهم جدا للعقل. لو استخدمت العقل بغير منطق سليم كان حجاب لك. لأنه لماذا؟ لأن العقل بغير منطق سليم دخله الهوى، فأصبح الإنسان ينظر للمقدمات بهواء، وعنده نتيجة مسبقة بهواء، فيطوع المقدمات على النتيجة التي في عقله، فلا يرى الحق. يعني هو داخل في المسألة أصلا عنده حكم مسبق بهواء، فهو يدخل بعقله من خلال هذا الهوى فينظر للمقدمات فيحورها بطريقة تجعل النتيجة مطابقة لهوى، فيبقى علة العقل الهوى. لابد أن تفكر في بعقلك بغير هوى، بغير حكم مسبق. يعني لابد أن تكون في الأول وانت داخل بعقلك أن تكون إيه؟ بيسموه بالإنجليش إكويفوكال، نيوترال، متعادل، زيرو. يعني ليس عندك علم مسبق وأنت تحب وتميل إليه بهواك، ثم تدخل بعد ذلك في النتائج في المقدمات فتستنبط منها، حتى تجد نفسك تستنبط ما يؤيد ما في عقلك من هوى. فهمت؟ فلا بد أن يكون العقل خالي عن الهوى. وعلى شكل الناس تائهون عن الحق بالعقل المغطى بالهوى أو غير المرتب، يعني يفكر بتفكير غير منطقي أو يفكر من خلال منظار هوى، هنا يتوهك. واضح؟ يعني معناه أن العقل نعمة كبيرة، ولكن لابد أن تخلع عنه منظار الهوى وأن تخلع عنه منظار الجهل. فهمت ازاي؟ علشان تتعلم وتعقل لابد ان تسلك سبيل العقلاء، والعقل يدلك على العالم فتأخذ منه، ويدلك على المنطق السليم، ويدلك في الآخر وفي الأول على الله، لأن الله غائب لا تراه فأنت محبوب عنه. والعقل بالتفكير السليم يدلك على الغائب بالحاضر، يعني عنده مقدمات حاضرة أمامه من خلالها يعمل عقله بغير هوى وبمنطق سليم فيستنبط وجود الله، ويعلم وجود الله علم بعد ذلك يقين. فالناس تائهون عن الحق بالعقل، أي العقل الذي يكون محجوبا بالهوى والجهل. يبقى عندك أنت أعداء العقل إيه؟ الهوى والجهل.
وتائهون عن الآخرة بالهوى. إذا عقل الحق يبقى عقل الحق بعقله، لكن هواه قوي لا يريد أن يطوع نفسه طبقا للحق، فيقوم يتوه عن الآخرة بهواه. كل الناس عارفة أن السرقة حرام، حتى السارق نفسه وهو بيسرق عارف أنه حرام. طب ليه بيسرق؟ فتاه عن الهوى عن الآخرة، يعني الوصول لرضا الله في الآخرة والعمل للآخرة بسبب هواه. هواه أنه يجمع المال بأيسر طريق، وأيسر طريق أنه يخطف الحاجة ويأخدها ويجري، مش يعمل ويتعب علشان يحصل عليها من خلال العمل، لا. فالسارق يريد أن يحصل على المال بهواه، فهواه دله على مخالفة الشرع في الحصول على المال، فلم يعمل للآخرة. يبقى الهوى خطورته انه في الاول لو تلبست به بعقلك تهت عن الحق، وان تخليت عنه حال الوصول للحق يمنعك من العمل بالحق، لان ليس المقصود هو العلم بالحق، بل المقصود هو العمل بالحق. فهمت؟ فعندك عقبتين، عقبة معرفة الحق ثم عقبة العمل بالحق بعد معرفة. فهمت بقى المسألة؟ فعليك أن تخطو خطوتين، خطوة تخطو فيها بالعقل إلى العلم متخليا عن الهوى ومتخلصا من أسباب الجهل. فإذا علمت عليك أن تخطو الخطوة الأولى، أن تعمل بما علمت، وإلا تهت عن الآخرة. كل الناس عارفة أن الزنا حرام، حتى الزاني نفسه يبقى بيزني وقرفان من نفسه. طب إيه اللي منعه من أنه يعمل بما علم من حرمة هذا الفعل القبيح؟ الهوى، عنده هوى. فهمتوا بقى إزاي؟ يبقى قد تعلم ولا تعمل. الحائل بين العلم والعمل هو الهوى، والحائل بين الحق ومعرفته هو العقل المتأثر بالهوى. يعني الهوى ده عدو لدود، لابد تخلص منه في الخطوتين، مش تخلص منه في خطوة واحدة، لا تخلص منه في حال تحصيلك العلم حتى ترى الحق معلوما، ثم تتخلص منه بعد ذلك في أثناء السلوك والعمل بمقتضى ما علمت. فالناس تائهون عن الحق بالعقل. في ناس من كتر ما هو معجب بعقله وذكائه يوم ما يرضاش يطلب العلم على الشيخ، يقول لك وهيفهم أكتر مني، يوم ما يرضاش يقعد القعدة دي، يقول لك هروح لمين يعني، وانا بفهم اكتر منه. شفنا ناس كتير كده، واللي كده بيبقى عنده ذكاء مفرط، يعني عنده ذكاء، فهو يكون عقله وذكاؤه هو حجابه عن الحق، لان الحق ليس في عقله بل هو خارج عن عقله، فهو يكتفي بعقله ويظن ان الحق في عقله، فيبقى عقله حجاب. يبقى لابد كمان الانسان لا يغتر بما أتاه الله من حسن فهم وذكاء طبع، فيكتفي بهما عن طلب الحق من أهله. فهمت كمان؟ فعلشان كده العقل ممكن يبقى حجاب من جهة عديدة، من جهة الهوى فيغطي الحق فيرى من خلاله، أو من جهة اعتماده على عقله بسبب الإمكانيات الكبيرة التي حباه الله بها في عقله من سرعة فهمه ومن سرعة حفظه ومن سرعة الذكاء. شوف الإمام الشافعي كان عنده سرعة فهم وذكاء وحفظ عجيبة، فهو ربنا رحمه من أنه يعتمد على عقله، بل طلب العلم على العلماء عصره، فتتلمذ على الإمام مالك وتتلمذ في المدرسة المالكية الحنفية على الإمام
محمد بن الحسن وأبي يوسف، ولم يمنعه ذكاؤه المفرط أنه يجلس ويتتلمز على مدارس فقهية متعددة. وعشان كده بيقول إيه؟ ولولا رحمة ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. يعني لولا أن ربنا رحم وجعله متواضع مع ذكاء المفرط فطلب العلم من غيره. يبقى الذكاء المفرط قد يكون سببا لأن يجعلك محجوبا عن الحق. لماذا؟ لأنك تعتمد على ذكائك في فهم الحق ومعرفة الحق، فيأتيك علة الكبر والاعتماد على النفس دون الاعتماد على الله. فإذا اعتمدت على سوى الله وكلك للضعف والجهل والعجز. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده الإنسان البسيط اللي عقله على قده كده، يعني متوسط الذكاء، تجده استمرار متواضع. ليه؟ لأن عقله متوسط. يقول لك لما أروح أسأل الشيخ، لما أروح إيه أقعد مع الناس أتعلم منهم. لكن هات لي أنت بقى واحد كده ربنا مديله ذكاء شديد يفطم نفسه بدري بدري. لما يفطم نفسه بدري بدري عن العلماء يقوم يعمل إيه؟ يعتمد على عقله. فلما يعتمد على عقله يحجب عن الحق، لأنه حجب بنفسه، لأن عقله هو نفسه. فهم؟ فيبقى حجب بنفسه. وبالتالي لابد من الإنسان إذا أوتي نعمة أن يعرف كيف، أن يعرف كيف يستخدمه. فالعقل نعمة، واستخدمها أنك أنت تنقيها من كل هوى، وتنقيها من الاعتماد عليها، وتخرج بها إلى أهل الحق، فتأخذ الحق من أهل الحق، ولا تظن أن الحق معك على طول. يبقى الناس تائهون عن الحق بالعقل، تيجي تعرض عليه أحكام الشرع يعترض، يقول لك أنا رأيي وأنا أرى وأنا، وربنا بيقول ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا عقولكم ولا فهومكم ولا شهواتكم ولا رغباتكم على مراد الله ومراد رسوله. ثم بعد ذلك عليك إذا عقلت الحق أن تعمل بمقتضى هذا بقى، الخطوة الثانية، وإلا صار علمك حجة عليك لا لك. فهم؟ فالمرحلة الثانية بعد ما عرف الحق بعقله تاه عن الآخرة بهواه، فلم يعمل بمقتضى الحق. فمتى طلبت الحق بالعقل فقد ضللت. لا بد أن تطلب الحق بالوحي، لأن الوحي معصوم من الهوى. والوحي اللي هو القرآن والسنة اللي هو الأنبياء. فمتى طلبت الحق بالعقل، الحق اللي هو إيه؟ اللي هو الله ومراد الله. فمتى طلبت الحق بالعقل فقد ضللت. يعني لو جعلت العقل فوق الشرع وفوق الوحي تقيس به الوحي، ما كان مطابقا لعقلي أخذه، وما كان مخالفا لعقلي أرفضه كما يفعل كثير من الناس. يبقى هنا يقع في إيه؟ في الضلال. لأنه لابد أن تجعل العقل فوق الهوى والوحي فوق العقل. واضح؟ فتجعل هواك مطابقا للشرع، ثم تجعل بعد ذلك الشرع قائدا للعقل. تجعل هواك مطابقا للشرع كما عقله عقلك بالفهم الصحيح، ثم بعد ذلك تجعل الشرع قائدا لعقلك. فهم؟ ففي مراحل لابد تعرفها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. واضح؟ لكن تيجي تقول له حكم الشرع يقول لك لا لا، بس أنا أرى كذا وأنا أرى كذا، وده كان مناسب للأمم السابقة، إنما إحنا بقينا حاجة تانية. في ناس تتعلل بهذا كثيرا. فمتى طلبت الحق بالعقل فقد ضللت. طب وما تطلب ايه الحق بايه؟ تطلب الحق بالوحي. يبقى اذا عقلت امرا في رحلتك العقليه
لابد أن تنظر إلى مقياس الشرع فيه، فإن كان مطابقا للشرع فبها ونعمة، وإن كان مخالفا فاتهم عقلك ولا تتهم الشرع. فهمت بقى المسألة؟ المعتزلة ليه أهل السنة زعلوا من المعتزلة؟ لأن المعتزلة كانوا يجعلوا العقل حاكما على الشرع، فزعل منهم أهل السنة وقعدوا يناقشوهم 300-400 سنة. ناس عندهم ذكاء مفرط يريدوا أن يصلوا إلى الحق بذكائهم وبمنطقهم وبعقلهم. أهل السنة زعلوا منهم، قالوا لهم لا، ده المنطق ده الذي أتاك الله والذكاء الذي أتاك الله جعل الله سبحانه وتعالى له قائدا وهو الوحي، فالوحي يقود عقلك، أنت عقلك لا يقود الوحي. فهمت بقى إزاي؟ هي دي المشكلة الحقيقية اللي بين أهل السنة والمعتزلة، هي دي فعلا، وانبنى عليها بعد كده فروع بقى كتير اختلفنا معاهم فيها، لأن كانوا يؤلهوا العقل، يعني يجعلوه العقل هو الذي بيده الميزان الذي يزن به الشرع. عشان كده أنكروا رؤية الله، لأن عقلهم ما قدرش يستوعبه. ربنا بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنكم لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة كما لا تضامون في رؤية البدر ليس معه سحاب. فالرؤية وردة معروفة في السنة وفي القرآن، وما يقولك لا، الرؤية بالعقل بتحتاج إلى أن تكون هناك آلة، وأن تكون المرء في جهة، وأن يكون هناك ضوء يوصل الاثنين، والله لا في جهة، والرؤية تقتضي الإحاطة والله لا يحاط به. فإذا كان الله لا في جهة وإذا كان الله لا يحاط به إذا ما فيش رؤية. فجعلوا مقياسهم العقلي هو الذي ينفي الرؤية، وكأن عقلهم لم يتخيل أن هناك رؤية بغير إحاطة وبغير جهة. فأنت في المنام مثلا ربنا خلقك وأنت نائم ترى بغير آلة. ربنا خلق لنا المنام فينا عشان نعرف أنه ممكن نرى بغير آلة وأن نتحرك بغير انتقال، تبقى نايم كده وشفت نفسك بتطوف حوالين الكعبة وانت نايم في المقطم، ما تنقلتش، ده انت نايم في السرير ومغمض عينك، يبقى مغمض الآلة وممتنع عن الحركة. فترى وأنت في منامك رؤية ترى فيها بعينك وتتحرك بغير حركة، علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لعقلك يا عقل لا تزن كل أمور الشرع بعقلك في يقظتك، لأن هناك ما فوق العقل تابعا للقدرة، فقدرة الله فوق عقلك، فلا تقيد قدرة الله بعقلك. فهمت بقى المسألة؟ على شكرا بيقولك فمتى طلبت الحق بالعقل فقد ضللت. وما نطلب الحق بإيه؟ أطلب الحق بالحق. وإيه هو الحق؟ الوحي اللي هو الشرع اللي هو النبوة. وعشان كده ربنا خلق الناس عقلاء ولم يكتفي بعقلهم بل أرسل إليهم أنبياء. طب هو ليه ربنا أرسل الرسل؟ علشان العقل غير كافي. عارف لو العقل كافي، ما بعض الفلاسفة قال لك إيه؟ أيقنوا بوجود الله وأنكروا الرسل، قال لك طالما إحنا وصلنا إلى معرفة الله بعقلنا يبقى مش محتاجين الرسل. فبعض مؤمني الفلاسفة كفروا بإنكارهم الرسل في حين إن هم أيقنوا بالله ووحدوا الله سبحانه وتعالى، وحدوه ونسبوا إليه كل كمال، ولم يجعلوا معه واحد ولد ولا صاحبة ولا شيء منه، وحدوا تماما. وبعدين قالوا تحمد خلاص طالما إحنا وصلنا إلى هذا بعقلنا يبقى مش محتاجين أنبياء، يبقى ما فيش أنبياء. شفتوا وصلوا ليه؟ لأن هم أرادوا إن هم يصلوا للحق بالعقل، لكن احنا نوصل للحق بايه؟ بالحق. وايه آلة الوصول الى الحق؟ العقل. فالعقل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيارة تركبها توصلك للحق، لكن ليست هي التي تسيطر على المسألة، وليست هي التي تقود بنفسها، بل أنت تقود هذه السيارة بالشرع فتصل للحق. لكن لو السيارة أنت قعدت فيها
وشغلتها وتدور ونمت، مش هتوديك لجهتك. خد بالك، حتى لو مشيت من غير حيطه هتوديك لجهه انت مش عايزها. فهمت ازاي؟ فلا بد ان تكون قياده العقل بالشرع. فهمت؟ يبقى العقل ما هو الا وسيله انتقال الى الحق، وقائدها الشرع. لا تصل للحق الا بالحق، فالله هو الحق والشرع هو الحق، فلا تصل للشرع للحق الا بالحق، فلا تصل الى الله الا بالشرع. ادي مذهب اهل السنه والجماعه، ان يبقى الشرع فوق العقل والعقل فوق الهوى، ثم بعد ذلك ان تعمل بمقتضى هذا الحق. فهمت المراحل؟ وعشان كده سيدنا علي بيقول ايه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. شفت سيدنا علي؟ ما قال الكلام ده كله، ما هو اللي علم الاولياء دي كلها سيدنا علي. ما هو سيدنا علي هو ده اصلا قص الطريق كله، لانه خد السر من النبي ووزعه على الاولياء بعدين. فهو سيدنا علي قال الكلام ده برضه. قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يعني عرفت الحق بالحق. ومتى طلبت الآخرة بالهوى فقد ضللت. لماذا؟ لأن يصير العمل الأخروي إذا اختلط بالهوى عمل دنيوي. تعبد الله ليقال عليك عابد الله، يبقى بتعمل عمل للآخرة بس علشان الشهرة قدام الناس. فهمت؟ فإذا اختلط العمل الأخروي بالهوى يضلك عن الإيه؟ عن الآخرة. قد تعمل العمل الصالح من أجل أنك تستريح معه. يبقى من أجل راحة نفسك. والله يريد أن تعمل العمل الصالح من أجل أن تجاهد نفسك، مش أن تستريح مع نفسك. يبقى أنت بتعبد لنفسك، لا تعبد لله. وعلشان كده لابد أن تكون، شوف، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك أريد وإياك أستعين، يعني وبك أعبد لا بنفسي. المؤمن ينظر بنور الله، كنت سمعه الذي يسمع به، بصر والذي يبصر به، يده التي يبطش به، فينظر بنور الله. يبقى المؤمن ينظر بنور الله. نور الله اللي هو إيه؟ اللي هو الشرع الشريف. يبقى نور الله اللي هو ايه؟ اللي هو الشرع الشريف. والشرع الشريف اللي هو سيدنا محمد. القرآن يمشي. سيدنا محمد هو القرآن يمشي. يبقى احنا بننظر بالنبي. والنبي هو الشرع، هو الدين. شوف انت اليهود لما ايه؟ لما قالوا راعنا، فربنا قال ايه؟ وقولوا انظرنا واسمعوا. يقولون ايه؟ راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني بيطعنوا في النبي، فربنا سمى النبي الدين. فهمت بقى ازاي؟ فانت بتنظر، المؤمن ينظر بنور الله. نور الله اللي هو دين الله، اللي هو النبي، نور الوجود. يبقى لابد ان تنظر يا مؤمن الى احوالك من خلال منظار النبي صلى الله عليه وسلم. طب امال العارف بقى، وده اعلم المؤمن، ينظر به اليه، ينظر بالنبي الى الله بقى. يبقى المؤمن بينظر بالنبي لمعرفه الحق. فاذا استقرت المعارف في قلبه راى من خلال النبي الله. فهم؟ يبقى العارف ينظر به، يعني بالنبي، يعني بنور الله، يعني بشرع الله، يعني بكتاب الله، بسنة رسول الله، إليه، إلى الله. يعني في واحد تلاقيه محصور في الدين كله على الأحكام الشرعية، قاعد كلها يضبط الأحكام ويضبط الصلاة ويضبط، وغفل عن إنه بيعملها لله. ده مشغول بإتقان العبادة عن النظر لله. شوف يبقى محبوب. يبقى المؤمن ينظر بنور الله، ونور الله اللي هو سيدنا محمد. لابد أن يكون سيدنا محمد هو الواسطة بينك وبين الوصول إلى الله. سيدنا محمد بذاته، بذاته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
سيدنا محمد بإشارته وبتوفيق وبهدايته وبسنته وبكتابه الذي أنزل عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا ارتقى صار ينظر بالنبي إلى الله. فهم؟ فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. عشان كده سيدنا ابن بشيش قال إيه على سيدنا محمد؟ الحجاب الأعظم، سمى الحجاب الأعظم، وجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي. شفت بقى كلام سيدي ابن بشيش؟ نفس الكلام. فالنبي حجاب أعظم، لماذا؟ لأن حجب من عصاه عن الوصول للحق، ووصل من اتبعه إلى الله، فحجبه عن الضلال. فهمت بقى المسألة؟ زي كده المنظار، النظارة دي ممكن تبقى النظارة دي لو كان الزجاج اللي عليها أغبش يمنع الرؤية، فهو لو كان رايق خالص ورقيق ومناسب لنظرك ويمنع المشوشات يبقى موصل للرؤية. فالنظارة ممكن تبقى حجاب وممكن تبقى موصل، والنبي كذلك. الضار النافع، المعطي المانع، الموصل القاطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كل من أنكر نبوته عن الوصول للحق، ويوصل كل من اعترف بنبوته وأحبه فوق نفسه إلى الوصول إلى الحق. فهمت بقى إزاي؟ ما دمت أنت معك أمرناك. طول ما أنت مع نفسك فأنت في التكاليف تحت الأمر والنهي. طول ما أنت مع نفسك، ما دمت أنت معك يعني مشاعر بنفسك وكينونتك، تبقى مكلف، تبقى عبد في موضع الفرق، يسموه موضع الفرق. فإذا فنيت عنك توليناك. فإذا فنيت عن نفسك وخرجت من إيه؟ من حالك وقوتك وتبرأت منها، توليناك. وعلى شكلة تلاقي الولي هو أكثر الناس افتقارا إلى الله وأكثر الناس اضطرارا إلى الله، فهو ربنا يتولى. إنما التاني يقول لك بنفسي، بقوتي، بخبرتي، بعلمي، باجتهادي، كل حاجة ناسب لنفسه، يا المتكلم. فهمت إزاي؟ فيبقى إيه؟ يبقى غلبان، يبقى ده مسكين. ما دمت أنت معك أمرناك، أمرناك أن تخرج منك. ما دمت أنت معك فتبقى في إياك نعبد، ودمت معي فذهبت إلى إياك نستعين، فتوليناك وقويناك. فأنت بين التكليف والتشريف. إذا شعرت بنفسك فأنت مكلفا، وإذا استشعرت افتقارك إلى الله فأنت محمول مكرم. فتفعل التكليف بغير إيه؟ بغير عناء. يقول لك رفع عن التكليف، وده اللي ما فهموش جماعة غير الصوفية. لو تشوف الصوفية بيقول لك رفع عنا التكليف، يعني رفع عنا الشعور بمجاهدة النفس حين الطاعة، لأننا نطيع الله بالله لا بأنفسنا. مش معناه رفع عنا التكليف لأننا ماشيين على حل شعارنا، لا. هو بيقول لك دول الضلالية اللي بيقول لك رفع التكليف، هو ما يقصدوش كده. ده رفع عنا التكليف أي الكلف والعناء عند طاعة مولانا، حيث أننا نطيعه به لا بنا، وإن أطعناه به قوانا. فيبقى إيه؟ يعمل العبادة وهو مش شاعر بعنائها، ليه؟ لأنه بيعملها بالله مش بنفسه. إنما بتعملها بنفسك تقول آه يا ركبي، آه يا ظهري، ليه طولت علينا يا إمام وقريت علينا كتير ليه يا إمام، وليه مش عارف عملت إيه، وليه هنزل كل صلاة وانزل السلم ده واطلع السلم ده كل صلاة روح الجامعة رايح جاي ليه يعني؟ وانا ماليش في نفسي جنية، مش لازم احافظ على نفسي وجهدي. فهمت؟ لانه بيعبد ربنا بنفسه، فبيقيس العبادة بقوته، وبالتالي يختار من العبادة على قد قوته، فيقوم ايه؟ يبقى في ايه؟ في التكاليف وحاسس. انما التاني لا، ده بالله، فتلاقي عنده كل حاجة بقى سهلة. الصيام
الصيام سهل وذكر الله سهل والصدق في القول سهل والبعد عن المحارم سهل والرضا بقضاء الله سهل والقناعة برزق الله سهل، كل حاجة بقت سهلة عنه. وعشان كده تلاقي باستمرار الولي قاعد منشرح، وتلاقي الناس التانيين منقبضة. لأن التانيين منقبضين ليه؟ لأنه بيقيسوا كل المواقف على أنفسهم، ونفسهم مش مستحملة بقى. هستحمل إيه ولا إيه؟ هقطع نفسي. فهمت؟ فيشعر بضعفه، فليه منقبض؟ إنما التاني بيستقبلها بالله. هي من الله إلى الله، من هو إليه. فعشان كده فإذا فنيت عنك توليناك، يعني فنيت عن قوتك إلى قوته، عن حولك إلى حوله. فنيت حتى عن علمك إلى علمه، وفنيت حتى عن جهلك بعلمه، فنيت حتى عن عملك بصادق فضله. فهمت بقى؟ يوم خلاص يتولاك بقى. وما تولاهم إلا بعد فنائهم، فنائهم عن كل وصف ذميم يحجبهم عن التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة في الله وعدم النظر إلى سواه. ما دمت أنت فأنت مريد، طول ما أنت بتقاسي المجاهدات فأنت مريد، فإذا أفناك أنت فأنت مراد، صرت محبوب. ما دمت أنت فأنت مريد، فإذا أفناك عنك فأنت مراد، وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني. كلام سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم الدسوق. اليقين الأدوم في غيبتك عنك ووجودك به. اليقين الأدوم، اليقين الدائم، أن تكون مع الدائم. لكن لو كنت مع سوى الدائم فيزول، لأن كل ما سوى الله يزول. لو عايز اليقين الدائم لابد أن تكون مع الدائم. طب مع نفسك تبقى أنت مش مع اليقين الدائم، لأن نفسك تزول. طب مع فلان، فلان يزول. طب مع المال، المال يزول. طب مع المنصب، المنصب يزول. طب مع الزوجة والأولاد، المزوجة والأولاد. طب مع عملك وقدراتك وقوتك وذكائك وحرصك وفهمك، كل ده يزول. اليقين الأدوم في غيبتك عنك ووجودك به. وما بكم من نعمة فمن الله، فكم بين ما يكون بأمره وبين ما يكون به، فكم من مسافة طويلة كبيرة بين من يكون مشغولا بأمر الله مجاهدا لنفسه حال كونه مريد، وبين ما يكون بالله مستعينا بالله معتمدا على الله عابدا لله بالله. فرق كبير بين المريد والمراد، بين المنيب والمجتبى، فرق كبير. فالناس درجات. فكم بينك بين ما يكون، فكم من مسافة في الرتبة، يعني ما يكون منشغلا بأمره قائما به بنفسه، وبين ما يكون به قائما بأمره به. إن كنت قائما بأمره خضعت لك الأسباب، إن كنت قائما بأمره خضعت لك الأسباب. طول ما أنت مع الله طائعا لله قائم بأمر الله تخضع لك الأسباب، وإن كنت قائما به تضعضعت لك الأكوان، صرت سيد الأكوان. اللي هو إيه؟ كنته. في رواية كده، لا يزال عبدي يتقرب إلى النبي حتى أحبه فإذا أحببته كنته. وفي رواية يقول للشيء كن فيكون. والرواية المشهورة كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، وهكذا. كلام واضح أظن، صح؟ نقراها بقى من غير تعليق، نقراها كده كلمة. الناس تائهون عن الحق بالعقل، وتائهون عن الآخرة بالهوى، فمتى طلبت الحق بالعقل فقد ضللت، ومتى طلبت الآخرة بالهوى فقد ضللت.
المؤمن ينظر بنور الله، والعارف ينظر به إليه. ما دمت أنت معك أمرناك، فإذا فنيت عنك توليناك، وما تولاهم إلا بعد فنائهم. ما دمت أنت فأنت مريد، فإذا أفناك عنك فأنت مراد. اليقين الأدوم في غيبتك عنك ووجودك به، فكم بين ما يكون بأمره وبين ما يكون به. إن كنت قائما بأمره خضعت لك الأسباب، وإن كنت قائما به تضعضعت لك الأكوان. يعني تضعضعت يعني إيه؟ يعني خضعت، انقادت. بس تنويع في العبارة عشان ما يقولش خرعت وخرعت، تنويع في العبارة. تضعضعت يعني ذلت وانقادت وخضعت واستسلمت. هذه معنى تضعضعت. والله تعالى أعلى وأعلى.